هلا والله شباب، كيف حالكم؟ مقطع جديد من لعبة ارك. اليوم يا شباب خلاص، اليوم خلاص انا ودي اجهز نفسي للحرب بكل امانة. يعني خلاص انا لازم اجهز نفسي للحرب، ولازم اروض لي حيوانات تكون قوية. بس قبل كل شيء ودي اوريكم الشيء اللي سويته فوق هذا. شوفوا، انا ما لسه ما بديت فيه، بس سويت الدرج هذا. ما ادري ليش مو محمل يا اخي، شو السالفة؟ في لاج. شوفوا، انا بنيت المنطقة هذه، ما ادري ايش تراها، اسوي فيها مزرعة ولا ما ادري. اكتبوا لي ايش رايكم، اسوي فيها مزرعة ولا لا؟ بس بعد ما بنيتها قلت اوه المية بعيدة، اقعد امدد مواسير. فا ايوه وين طاح هذا؟ فما ادري، حسيت انه لو امدد المواسير من الجهة من المي هذه تطلع شكلها مو حلو، عرفتوا؟ فشكلي راح اسوي مزرعة بالمنطقة هذه او المنطقة هذيك. حلو، طبعا روضت تريكس، هذا روضته. حلو، كنت اجرب بعض الاسهم التخدير. قبل ما نروح نروض، في شغله مهمه لازم اسويها وراح تريحني كثير، اللي هي هذه، اللي هي تيليبورت، عرفتوا؟ بس نحتاج سمنتنج بيست وكريستال. هذه رهيبه جدا، راح تريحني كثير، بس لازم نحتاج الاغراض اللي مثل ما تشوفون على اليمين. اتوقع انها اوكي اسويها بالكرافتنج العاديه يعني باللاعب. اوكي خلينا نشوف الاغراض اذا انها موجوده عندي. خلينا نشوف، نكبس. اوكي ناقصنا الكترونكس. اوكي ناقصنا الكترونكس 21 حبة، مش مشكلة، اتوقع نقدر نسوي الكترونكس بأي لحظة. اوكي بس انا محتاج اسوي لي فورج عشان نسوي جازولين، فخلينا نركب الفورج هذا على السريع بالمنطقة. طبعا راح اشيله لاني راح اجيب الاندستريال فورج. لا هذا ما نحتاجه، نحتاج خشب ونحتاج هايد. طيب مش مشكلة، خلينا ناخذ الهايد. حلو، طبعا راح ناخذ نصه. ايش هذا؟ يور بترودون واز كيلد. كيف؟ عقرب. اوه انا حاطه حيوانات باسف، كويس انه ما ذبح الاشياء الثانيه. تعال تعال. البتردون مات. يلا يلا مش مشكله مش مشكله عادي. خلينا ناخذ السدل عشان لو روضنا بتردون ثاني. يلا يعطيك العافيه يا بتردون، صراحه ما قصرت. خلاص ما راح اخذ جثتك، خليك تتحلل لحالك. اوكي طبعا غالبا الحلقه هذه راح تنزل برمضان، فكل عام وانتم بخير مرة ثانية. أنا نزلت فيديو عن رمضان. طيب خلينا نشوف شو صار بالجازولين. الجازولين أوكي لسه ما طلع الجازولين. صحيح شباب، الجريفن هذا جريفن ثاني، أعطاني إياه واحد من الشباب اللي بالسيرفر، لأنه الجريفن اللي والله بصراحة لما روضته، تخيلوا خلصت الحلقة، خلصت التصوير، مات. ما أدري كيف مات صراحة، طاح. كنت فوق جبل وما أدري كيف طاح، أنا فكرت قاعد ينزل، طلع مو نازل، طلع فمات طاح من فوق ومات. مش مشكلة عاد، هذا اللي صار. طيب ناخذ الجازولين، خلصنا من الجازولين او صنعنا الجازولين بالاصح. ناخذه نشغل. نشغل. ما في صوت، حلو. خلينا نفتح الالكترونكس، خلينا نشوف ايش نحتاج. الالكترونكس يحتاج سيليكا بيرلز او بيرلز. من وين اجيب السيليكا بيرلز؟ هذه مشكلة والله. طب اسمعوا، في عندي فكرة. عندي حيوان انا تك، اذبحه، ايش رايكم؟ يلا يا حبيبي اذبح. انا ودي اذبحك يا ابو الشباب، سامحني يعني. ايوه ذبحته. كليك يمين طلع، انا اكبس كليك يسار. طيب وين الفاس؟ هات الفاس. لازم تعطيني الكترونكس لو سمحت يعني. يا سلام، خلاص. ابشركم، جبنا الالكترونكس خلاص. خلينا نشوف، بسم الله، يا سلام، أخيرا سوينا التليبورت. هات، لازم نسوي كمان الريموت. أوه كمان إلكترونكس نحتاج، يا إلهي. طيب خلينا نشوف، نحط هذه وين؟ هذه طبعا المكان اللي راح يجون فيه الحيوانات، راح أحطها بالمكان هذا. كويس المكان هذا، جميل والله، جميلة جدا. بس ناقصنا الريموت وناقصنا هذه برضه، لازم نسويها. اتوقع لازم نسويها، نحتاج كوكينج برايم ميت. اوكي عندنا برايم ولازم نطبخه، بس هذه الشغله سهله يعني. برايم ميت اعتقد انه بالجريفن في برايم. اوكي لقينا 79، ممتاز، لقينا 79. بس نحتاج يا شباب السيليكا هذا عشان نسوي الالكترونكس، نحتاج السيليكا بيرلز. طيب نحط خشب، في خشب؟ ما في خشب. هذا فيش.
اوكي كوكت فيش ميت. خلينا ناخذ شويه خشب. طيب خلي هذا يطبخ وحنا خلينا نروح على البحر، ايش رايكم؟ اوكي اتوقع المكان هذا كويس، خلينا ننزل. ها لا 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 يا ابو الشباب، والله اني ما ادري انه هذا قرش، سمكة قرش هذه صح؟ اي والله مقلدون، اي والله مقلدون، اي والله انه سمكة قرش. المكان هذا شكل شكل القرش هذا ما راح يخليني بحالي، فخلينا نغير المكان نروح مكان ثاني. يلا يلا خلينا ننزل. اوكي اسمعي الجريفن، خلينا خشوف ايش في معك اشياء كويسة. ما معي لحم، اوكي احتاج لحم، اعطيني لحم بس مو كامل، لا كثير كامل. اوكي بسم الله خلينا ننطلق. يا رب يا الله. اوكي هذا سمك الدلفين، اتوقع لازم احط الاكل صفر. هلا والله، وانت بعد اهلا وسهلا، والله حلو 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 حلو. هذا شو اسمه؟ خلينا نشوف شو اسمه. اوه في شو اسمه، في سمكة قرش قاعد تضرب الدلافين. دقيقة اسمع انا، اوكي انا جاي اصلا عشان اعرف بس الاسم بس. اوكي هذا هو، خلينا نشوف نقدر نسويه معانا بايدنا ولا لا. اوكي سوينا السدل مثل ما تشوفون، خلينا نركب الجريفن. تعال اركب السدل، يا سلام. موف سبيد دامج، موف سبيد. اوكي حلو، وينه؟ دقيقة دقيقة، الوزن عندي مرتفع مرتفع. خلينا نرمي هذه، لا والله ما نرميها. اسمعوا انا بنزل تحت، والله ما ادري القى الشيء اللي احتاجه ولا لا، بس ما ادري. خلينا نشوف نذبح هذا. تعال. اوكي ما يعطيني ما يعطيني. اوه الاكسجين. اوكي خلينا ننزل تحت مره ثانيه، يلا بسم الله. وين السيليكا بارلز؟ وين اللؤلؤ؟ هذا هو، اخيرا لقيناه لقيناه لقيناه. 59، هلا والله كويس. خلينا ناخذ هذه بس، خلاص يلا يلا اطلع 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 اطلع. اوه والله يا حبيبي البحر مو 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 لعبه. اوكي شوف وين صرت انا، والله رحت مكان بعيد. اوكي بخلي الحيوان بالجهه هذه. اوكي خلينا نروح البيت نسوي الالكترونكس ونسوي الريموت. اوكي وصلنا البيت، وصلنا البيت الحمد لله على السلامه. رحله بحر رهيبه. سيليكا جبنا 120، اهلا وسهلا. طيب نسوي 40. كم حبه يحتاج هو الريموت؟ يحتاج 50. هلا والله بالعيد، نحتاج كمان 10 حبات. طيب طيب الان بنرجع للدولفين، بننزل البحر، بنجيب سيليكا، بنسوي عده او خلينا نقول دروع البحر، بعدها نرجع للبحر كمان مره، نجمع سيليكا كثير ونسوي نسوي الكترونكس. اوكي برجع للدولفين عشان ننزل البحر، بس لو لاحظتوا في شيء متغير صح؟ رفعت شويه رفعت اوكي لاحظتوا من الكواليتي ازدادت، عدلت الاعدادات شويه كانت كوستوم، انا كنت معدلها شوي. والله ما ادري هذا السيليكا معقول، والله لو كان سيليكا وانا نازل تحت البحر يمكن ما انجلط. اي والله يا شباب انه سيليكا، يوه يا القهر، وانا نازل تحت. خلاص خلاص انحلت المشكله، ما يحتاج اسوي بدله اصلا. اوكي يا شباب حسب علمكم في حيوان يجمع السيليكا، يعني يكون تجميع السيليكا اكبر من اللاعب، فاذا في حيوان مثلا يقدر يجمع اكثر والله يا ليت تكتبوا لي بالتعليقات. شوف البيت اللي يحمل، يوه لقلق السير، لقلقت انا من ورا بيتك يا محمد. وصلنا البيت اخيرا. اوكي وصلنا البيت، خلينا ننزل. اوكي اتوقع الان يا شباب يمدينا نسوي الريموت، خلينا نشوف الريموت. اوكي سوينا الريموت اخيرا، والله ما ادري ايش فيه الستراكشر بلس، ما ادري هو شغال ولا لا ما ادري. طيب هات الريموت، في شيء مهم كمان لازم تسويه اللي هو هذا، وينه؟ دقيقه، هذا هذا الشيء، هذا دقيقه دقيقه بسوي منه مثلا 10 مبدئيا يعني. اوكي 6، اوكي 6 كويس. هذا يا شباب لما تروض حيوان تخليه ياكل الشيء هذا، عرفتوا؟ عشان عشان تقدر ترسله للبيت. راح اوريكم كل شيء بعد شوي، راح اروض وما عليكم. الان شوفوا لو اكبس الريموت هذا عندي الجريفن، لو اكبس عليه شوفوا جاء عندي على طول. بصراحه يا شباب اضافه رهيبه رهيبه جدا. اذا تكبس الكبسه هذه خلاص شوف شوف راح يرجعك لنفس المكان هذا، شفتوا؟ على طول رجعني نفس المكان هذا. فالان اي شيء راح اروضه ما عندي مشكله، ما راح اسال يعني، ما عندي مشكله. لو اروض باخر الماب ما في مشكله عادي. طب الان خلينا نسوي اسهم عاديه 100 سهم مثلا. صحيح يا شباب انا ما قلت لكم الشيء هذا، خلينا نجرب على التريكس، جرب على التريكس هذا، تشوف التريكس هذا بجرب عليه. خلينا نروح على التريكس، بس ماني قادر امشي بسرعه لانه قاعد اسوي كرافتنج. شوفوا التريكس هذا مثلا، التريكس هذا اوه حلو والله. طيب خلينا نعطيه حبه،
الان هو اكلها عرفتوا. الان ترجع مثلا تاخذ الريموت شو تسوي؟ تكبس كليك يمين، لا مو كليك يمين، تكبس كليك يسار. حلو، تشوفون هذا الريكس لو اكبس عليه راح يجي عندي، شوفوا جاء. يا سلام والله يا اخي، والله مود رهيب هذا المود اللي لو اروض ايش ما اروض عادي، ما ماني سائل. طيب خلينا نطلع نروض حيوان عشان ما تصير معي مشكلة ترويضي الجريفن. خلينا نصلح هذا، نعمل له. بس قبل ما اروح لازم اتاكد انه الديناصور اللي عندي ميل والفيميل. اوكي الريكس عندي ميل، يعني نحتاج فيميل ريكس يكون ليفل عالي علشان ما نروح نروض كمان. فخلينا نروح نشوف الريكسات، ما ادري وين مكانها بصراحة. فيلا رحلة البحث عن الريكس. اوكي انا والله بيني وبينكم شكلي ما ماني بالمكان الصح، ادور ريكسات مو لاقي، ماني عارف وين الريكسات. اوكي شباب، بعد رحلة بحث طويلة لقينا ريكس، لكن هذا ايش اللي عندنا؟ اللي عندنا ميل، نحتاج في ميل. ان شاء الله يكون في ميل هذا. هلا والله في ميل، في ميل، في ميل، في ميل. جميل جميل. خلنا نصفر الديناصورات وحطها باسف. اوكي خلنا خدر، والله مكان خرافي. يا اخي والله يا اخي الحمد لله الحمد لله، كويس اني طولت. صح اني طولت يا شباب بالمكان او عشان القى الريكس، بس شوفوا المكان. اوه مكان فخم والله. ما يقدر يجيني. ولا فخ ولا هم يحزنون. حلو حلو، دخلت جواته. يا سلام. طاح طاح، تخدر 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 يا شباب. حلو معاي برايم صح؟ المفروض انه معاي برايميت، برايم برايم، معاي برايم مطبوخ، ينفع يا ابو الشباب يا تاكل برايم مطبوخ؟ تفضل خليني اعطيك تراكر من الان. اهلا وسهلا، هلا هلا هلا. اهلا وسهلا، روضنا. طيب طيب حلو حلو، الان اعطيه التراكر. احم، هذه والله بالغلط اسف. كول التراكر. الان راح ننقله، خلينا بس اوكي نكبس كليك. دقيقه، كليك يمين على البيت. اركب الجريفن، بعد بعد بعد. حلو لازم يروح. او راح سوالي فولو، كان مسوي لي فولو. شوف جاء. يا ابو الشباب خلاص 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 ما يحتاج. والله يا شباب الاضافه هذه ريحتني كثير. شكرا شكرا يا اللي اخترع المود هذا. شوف يا اخي والله، شوف الديناصور هذاك، شوف وينه، بجيبه. تعال تعال ليفل 142، تعال. يا سلام، الان باخذهم اثنين هناك، خليهم يجيبون لنا البيضه. تعالوا دقيقه بس. اوكي المكان هذا كويس، خلينا نجيبهم بالمكان هذا. حلو حلو، شوفوا يا شباب الوقت اللي تحت باقي تقريبا. لا هذه طبعا بيضه ما هي فيرتلايز، لازم تكون عليها زي شعاع. فوالله شيء جميل والله. اوكي خلاص اليوم سوينا الجهاز التليبورتر وروضنا ريكس وصار في عندنا تكاثر. باذن الله يا شباب راح اشتغل على التكاثر، طبعا ما راح اصور عشان ما يكون ممل لانه راح ياخذ وقت. راح اشتغل على التكاثر واجيب ان شاء الله سلالات فريده وتكون قويه، عرفتوا شلون؟ تكون فيها دمج عالي وهيل عالي. يا اخي ايش في هذا يبيض؟ ما وصل. اوكي 52، بعد 52% يبيض. فراح اسوي سلالات ان شاء الله فخمه، وباذن الله يا شباب قريب قريب راح تكون في حرب على واحد من الشباب. ان شاء الله انه يعجبكم الشغل اللي انا مسويه، وان شاء الله كل شيء يعجبكم. ما ادري. اوكي لا تنسون يا شباب مثل ما قلت لكم، هذه منطقه علموني ايش اسوي فيها. ما ادري صراحه، انا المزرعه راح كنسلها، راح احطها في المنطقه اللي هناك مثل ما تشوفون. فاتوقع راح نوصل نهايه المقطع. شكرا لكم على المتابعه، يعطيكم العافيه.